مالت امتحان المد الان، ودي تشوفون انتم شلون جاوبتوا. انا ما عندي الاجابات يمي، ما موجوده مالتكم، ولكن راح اشرح لكم او اوضح لكم الاسئله شلون جتي وشنو الاجابات الصحيحه وشلون نفكر بها، ونحاول يعني ايضا نفكر سويه نشوف شلون يعني نعلمكم طريقه الاجابه الصحيحه بالتفكير الصحيح بالاجابه بالام سي كيو. لو نرجع احنا للاسئله مالتنا، يعني هذه هسه اول سؤال كان يقول regarding the pressure، يقول لك all the following sentences are true except، يعني ده يقصد احنا هنا راسا نفكر بالضغط، كل ما راح نذكر لاحده او عباره واحده مو صحيحه. يعني هل انه صحيح البريشر دروب along large veins is similar to that along large، تقدرون يعني اللي يقدر يتواصل ويانا يجاوب لا باس بها، يقدر اسمعه فقط. الاجابه صحيحه، يعني احنا الخيار لهذا السؤال بدنا نشوف شلون، بس لحظة واحدة. خلينا نشير الملف. هسه تشوفون الأسئلة، طلاب تشوفون الأسئلة؟ اي نعم دكتور. زين، هذا السؤال قدامكم، هذا السؤال هياته قدامكم. احنا نقول regarding the pressure all the following sentences are true except، كلها صحيحة. هل انه يصير انخفاض يعني او دروب يعني نزول بالنزول الضغط بالاوعيه الدمويه الكبيره مساوي او مشابه للاوعيه الدمويه بالارتريز يعني الفين والارتريز الكبيره؟ طبعا صحيح، لانه هو الضغط واحد بالجسم. In the hepatic portal vein exceed than in the inferior vena cava، صحيح، لان هذا بي يعني الضغط هنا انا اعلى من عده، لان يمثل الاصل مجموعه من الشرايين قبل ما تصير تدخل بالبورتر فيصير بها الضغط اعلى. السؤال هنا الخطا، العباره الخاطئه هي دروب اكروس ذا فاسكولار بيد ان ذا فوت is greater when at الأوعية الدموية بالقدم، لما الإنسان يكون واقف زين ينخفض أكثر مما هو يكون بشكل يعني مستلقي. طبعا خطأ، هو بالعكس من واقف يكون الضغط أعلى لأنه راح يحتاج يدفع الدم إلى الأعلى فيحتاج أن يكون في هذا الاتجاه. يقول لك يعني البرشر in the foot vein is lower when walking than when he's standing، شلون يصير؟ من يمشي ايضا راح يحتاج الى ان يكون عندك شو اسمه يعني يحتاج انه يصير الضغط به اعلى. زين، فهذا خطا العباره. بالنسبه للفرع الثاني، the second heart sound differs from the first heart، شو يفرق الثاني عن الاول؟ الاول related to turbulence set by the valve closer، هم اثنين نفس الشيء، فاذا هذا خطا هذا الجواب، اثنينهم يتعرضون تيربلنس يعني اللي دا يصير بالهذه، فماكو فرق بالفيرست ساوند والسكند هارت ساوند. الفرق بينهم انه راح يكون هيرد when the ventricle are relaxing،
شنو معناه؟ معناه اذا انا عندي ينفتح عندي الاي في فالف على مود يدخل البلاد من جديد، واللي ينغلق هو البولمونري والايورتا، هو سكند هارت ساوند، على مود الدم يندفع بعد ما خرج من الفنتركال راح يدخل بالاوعيه الدمويه. زين، يقول لك longer lasting than the first، خطأ. الأول إذا احنا قلنا shorter وsharper هذا الثاني، فإذا خطأ هاي العبارة. يقول لك occasional split ماكو يجي، احنا ما عندنا شيء اسمه occasional split، دائما split انفصال عن الثاني عن الأول، لا مترابطة ماكو هذا الحكي، هذا خطأ، يعني الإجابة مو صحيحة. فإذا نسقط الإجابات، إذا كلش نسقط الإجابات الخاطئة تبقى عندنا هي الواحدة الصحيحة اللي هي الدي. Filling. Ventricular filling. Ventricles depends mainly on arterial contraction. شو العلاقة الفيلينج بالأتريال كونتراكشن؟ وإنما هي is the most rapid in the first half of diastole. هي صفة من صفاته، صفة يعني هنا نحن عندنا مو بس هنا بس يعتمد على الاوبننج الحقيقه مات شو اسمه مات الاتريو فنتركولار فالف، زين اي في فالف، ويكون تتذكرون من حكينا على الفوليوم انه اول مره يبدا سريع بعدين يبدا يتباطا، سريع جدا بعدين يبدا ياخذ شكل بطيء، فهذه الاجابه الصحيحه. يقول لك begins during isometric ventricular relaxation. الفولنج ما يصير بالايزومتريك ريلاكسيشن، بالريلاكس يعني الريلاكسيشن هذا صار ريبولاريزيشن عندي، يسترجع الفنتركل يعني حالته الطبيعيه، فما ممكن ان يمتلئ وهو في اثنين يكونن بهذا الشكل. يقول لك كان اوكر اونلي وان اتريال بريشر از جريتر ذان اتموسفيريك بريشر، ما له علاقه هذا الضغط بالضغط الخارجي او مع يعني عباره ما لها علاقه بالموضوع بالفولنج، لان يعني هو الضغط في كل الاحوال ما ممكن يعني لازم يكون انا عندي فرق شو اسمه الضغط اقل من الاتموسفيريك بريشر، مو جريتر ذان، ما يصير انا تستمر عمليه التنفس وعمليه تكوين كل شيء طبيعي. طيب وصلنا الى ان ذا هارت، ايش عندي بالهارت؟ سيستوليك contraction normally begins in the left atrium. يعني هي اثنين بنفس الوقت يصير بهن، لانه من سبريد تبدا بالاي في نوت تنتشر على الاتريومز اثنينهن، فهذه مو عباره مو دقيقه، بها نوع من الصحه ولكن غير كامل. الاصح من ادهن الكونتراكتنج فنتريكلز شورتن فروم ابيكس تو بيز، يعني احنا تذكرون قلت لكم الابيكس بالاسفل والفنتريكلز من يصير بها تصير هذا اللي توصلها الاكزايتيشن تبدا بالتقلص من الاسفل الى الاعلى، يعني من القمه الى القاعده، وبما ان القمه مقلوبه فعندي يكون من الاسفل الى الاعلى. يقول لك اكزايتيشن سبريد دايركتلي فروم اتريال مسل سيت تو فنتريكل مسل، هذا مو صحيح، يعني هل هذا التحفيز ينتقل قبل؟ غلط، التحفيز ينتقل عن طريقه الى الاي في نود، ومن الاي في نود يلا تنتقل الى شو وقت يلا توصل عن طريق البرانش هيز فايبر وبعدين بوركنجي. يقول لك اتريال اند فنتريكال مسل كونتراكت سيميلتينسلي ان سيستول، لا الاتريال تبدا بعدين تبدا الفنتريكلز، فالاصح انه الصحيح هو الكونتراكتنج فنتريكلز شورتن فروم اكس تو شورت تو بي. ذا هاير سيستوليك بريشر فاوند وين؟ سيستوليك بريشر موجود وين؟ بالليفت فنتريكل اكيد، مو بالرايت فنتريكل، الرايت فنتريكل قريب ما احتاج اني البريشر عادي اعلى من اليسار. اليسار يودي الضغط اللي هو يسوي اعلى شيء 120 يولد لي، وبعدين ينتقل الى مثل ما ذكرنا بالسؤال اللي اجى لاحقا الشرح، ينتقل الى السيستوليك يكون 120 والدايستوليك صفر، بعدين ينتقل الى الايورتا والبولمونري بواسطه الى الالاستيك ريكويل تكون 80
يعني فقط ينزل الى 80، فيكون عندي السيستوليك 120 والدايستوليك 80. فالاجابه هنا صحيح. The absolute refractory period in the ventricle all on the following sentence are true except. كلها صحيحه في الجمل التاليه فيما عدا. شنو هي الصحيح؟ is the period مثل يعني تعريف وكانما when ventricles are completely inexcitable. Refractory period هذا بالتعريف صحيحه. Correspond to the period of ventricular depolarization إعادة. Correspond approximately to the period of ventricular contraction. اثنين نفس المعنى depolarization و contraction هي نفس المعنى، فالعبارتين صحيحة والأولى صحيحة. إذن كل هاي صحيحة ما عدا is shorter than the corresponding period in the arterial muscle. ما لها علاقة هذا refractory period فترة زمنية تصير in the ventricle ما له علاقه ويا بالاتريوم الحكي مالها شورتر او اعلى من عدها، غير عباره غير صحيحه وما له علاقه بالسؤال. Vascular resistance increased 50%، vascular radius is halved. ماكو هاي يعني شلون اذا انخفض المقاومه تزيد 50% بالراديوس، يعني يقصد به القطر او المحيط. فما مال هذا الفزل يزيد 50%، شلون يعني ايش اسمه تزيد المقاومه؟ بالعكس، تذكرون احنا من حكينا قلنا عندنا العوامل اللي تساعد على هاي الاربع ثلاث عوامل اربعه حكينا من عندنا الدايمتر، مو الدايمتر اي صح الدايمتر، وقلنا المساحه السطحيه، وقلنا الثخن ايش اسمه الفزل، هذني لها علاقه. Thickness of the wall of the vessel. هنا مو الثيكنس مال هو صح زين، وانما الثيكنس ما له علاقه، الثيكنس له علاقه بالضغط، وانما الطول مالها كل ما المسافه. انتم تخيلوا عندكم انبوب طوله متر وانبوب طوله 10 متر وده يمشي به سائل بضغط معين ثابت بالطرفين، المقاومه وين تبدا تزيد؟ هل بالاول اللي هو قصير لو بال شو اسمه بالطويل؟ لا طبعا بالطويل راح يتاثر، فاذا الطول له العلاقه في الريزستنس بالمقاومه. Is greater in capillary bed than in the arterial bed. ماكو هذا الحكي، اثنين الكابيلاري والارتريون يخضعان لنفس القانون. زين، an adult standing quietly at rest. Standing شخص واقف بشكل يعني quietly at rest مرتاح يعني بشكل مريح يعني. All the following are true except. كله ممكن صحيح بما عدا. أول مرة نباو احنا هل انه الفينوس بريشر ان ذا فوت ابروكسيمتلي ايكوال تو ذا ارتيريال بريشر ات ذا هارد ليفل؟ يعني هل انه الفينوس بريشر بالقدم تقريبا مساوي لبريشر ات ذا هارت ليفل على مستوى القلب في حاله الوقوف؟ ما يصير، وانما يجيب يكون اعلى على مود يقدر يدفع الدم الى الاعلى. زين، فينوس بريشر ان ذا ثوراكس ديكريز وان ذا سبجكت انهالز. لما يبدي بالاستنشاق يعني بالعمليه الشهيق الفينوس بريشر يقل بالتوجيه الصدري لو يزداد، المفروض يزداد على مود يعني يقدر يدفع البلد يرجع لي الى شو اسمه الى القلب على مود يقدر يكمل الدوره الدمويه. فينوس بريشر ان ذا هاند از سب اتموسفيريك وان ذا هاند از ريزد اباف ذا هيد. هذا هنا نركز ونباعي شنو الصحيح. إذا أني إذا رفعت الإيد إلى الأعلى أعلى من الرأس، إيش راح يصير؟ الضغط وين أقل؟ الضغط راح ينزل، يبدأ الدم ينزل لجوه يفرغ، فيكون سب أتموسفيريك أقل من الضغط الجوي. زين، لما ترفع الإيد إلى الأعلى. Venous pressure in superior vena cava is an index or cardiac filling pressure.
شلون يصير؟ هو البريشر بالفينا كافا اصلا احنا من الصعوبه ان نقيسه، لذلك هو ما نقدر نعتبره يعني اندكس للكاردياك فلنج، فهذه ايضا عباره خاطئه وخصوصا بحاله الوقوف. فاذا الجواب الصحيح هو انه من الانسان من يرفع ايده زين الضغط بها راح يكون سب اتموسفيرك باليد اقل من مقارنه مع شو اسمه القلب. ساينو اتريال نود سيلز ار فاوند ان بوث اتريا، طبعا لا زين انرفيتد باي فيجاس، هنا احنا تتذكرون قلنا هي تصير لها انرفيشن فقط لغرض الكنترول وليس له علاقه بمن بعمليه الانيشيشن اوف البيت، ما لها علاقه. فاذا هي نعم يجب ان يكون لها تجهيز عصبي على مود يصير عندي كنترول النيرفس كنترول للكارديو فاسكولار سيستم. يقول لك الاس اس اي نود ان ايبل تو جنريت امبلس وين كومبليتلي دينرفيتد، ها هذا هسه قلته ما له علاقه دينرفيتد بال يعني جنريشن اوف امبلسز، فهي العباره خطا. زين كونكتد تو اي في نود باي فايند بندل او بوركنجي، هي البوركنجي تربط لي الاس اي نود ويا الاي في نود، غلط. انتر نودال باث واي هي هاي تربط بها، فاذا الصحيحه هي انرفيتد باي ذا فيجاس. The first heart sound correspond in the time، يعني الصوت ال first heart sound correspond in the time ويا من بالوقت. ذكرت يعني يوم الاربعاء باي ذا واي، يعني هل هو بالكلوزر اوف ذا ايورتا اند بولمناري فالف، يعني هو اصلا هذا غلط، لان احنا فيرست هارت ساوند مو كلوزر من الايورتا بولمناري وانما كلوزر اوف اي في فالف. زين ذا بي ويف اوف ذا اي سي جي، ايش قلنا بالبي ويف شو تمثل؟ اتريال ريبولاريزيشن، ايش لها علاقه بهذا الموضوع؟ ما لها علاقه، اذا مو بالفيرست هارت ساوند. زين يعني بي ويف تمثل ايضا تمثل كونتراكشن، معناها هذا الاثنين هن الاي في فالف مفتوحات. ارايز ان فنتريكولار بريشر، صحيح من يبدي يرتفع الضغط بالفنتريكل شو يصير بهالحاله؟ تكون هذني الاي في فالز مغلقه ويفتح البولمونري والايورتا، فمن نسمع يعني الصوت مال انغلق هذني الاثنين، من يبدا الضغط يزيد هذني تكون مغلقه بالفيرست هارت ساوند وتنفتح بالشي يسموها، هاي غلط، انا حتى هاي غلط المفروض دي زين تنفتح من يكون عندي من تكون عندي العفو الوقت مال فتح الصمامات بال شو يسموها بالبولمونري والايورتيك. يقول لك ذا اي ويف از ويف ان سنترال فينوس بريشر، اصلا هي اي فينوس بريشر نجي نباوعها مو الاي ما لها علاقه بالسنترال فينوس بريشر، من ناخذ يعني لو نرجع نطلع التريس مال فينوس بريشر تشينجز اللي شوف قلنا عندنا اي عندنا اكس العفو اي وفي وسي كاروتيد والاخيره هي تكون ما لها مو 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 علاقه بالفيرست هارت ساوند، وان احنا نتكلم الان عن كونتراكشن اللي دا يحدث بالفينز في الجهه العليا من الجسم، فما له علاقه الاي في اي ويف ان ذا سنترال فينوس بريشر، عندنا نتكلم هارت ساوند. زين بعدين انت من لقيت الاجابه الصحيحه تقدر ومتاكد منها البقيه تقدر تهملها. فانكشنالي من الناحيه الوظيفيه كاردك مصل فروم ذا سكيليتال بيش بالتحفيز لو بالكونتراكتسيتي يعني قوه القبض لو بالريثميسيتي لو اول كل هذه الابواب، لا قلنا احنا تتذكرون حتى لو انقطعت تتميز قلنا ريثميسيتي وحكيت عليها كل شويه في وقتها، فالاجابه الصحيحه ريثميسيتي. يقول لك ذا سترينث اوف كونتراكشن اوف ليفت فنتريكال مسل ماست او مسل انكريز وين، شو وقت قوة الكونتراكشن بالليفت فنتريكل الليفت فنتريكل انكريز، يعني الاصح ايش وقت
القوه مات الكونتراكشن بالليفت فنتريكال مسل انكريز متى؟ هل هي عند اند دايستوليك فنتريكولار فيلنج بريشر رايز؟ هل انه بالسيرام بوتاسيوم ليفل رايز؟ هل بلاد كالسيوم ليفل رايز؟ او ايزي اكسرسايز اندرتيكين؟ يعني هل ناخذ خلينا نشوف وحده وحده. هو الاجابه الصحيحه هي اي. and diastolic ring pressure rise يعني قوة الكونتراكشن تحدث عند نهاية الدايستوليك فنتريكولار فيلينج والبريشر رايز، راح يكون أقوى شيء هنا الكونتراكشن على مود يدفع لي الدم إلى الصمام إلى عبر الصمامات البولمينر والأيرتد يخرج خارج الجسم. طيب هل علاقة السيرام بوتاسيوم ليفل ارتفاعها لها علاقة بقوة الكونتراكشن؟ لا بالعكس، احنا قلنا البوتاسيوم تتذكرون ويا الصوديوم، الصوديوم محتاجه. البلاد كالسيوم ليفل ما له علاقة بالكونتراكشن. طيب الايزي اكسرسايز از اندرتيكن، اذا تاخذ يعني من تاخذ الايزي اكسرسايز كل المعطيات تتغير عندك، كلها تتغير وليس فقط بالكونتراكشن اوف ليفت فنتريكل وحده، وانما في كل القلب راح تصير تغييرات بالاتريام بالفنتريكل بالبرشر وبكل فاذا هاي العباره غير صحيحه وغير دقيقه جدا. زين during isometric ventricular contraction isometric ventricular contraction تتذكرون قلنا من يكون عند الصمامات مغلقه اربعه هن واثنين هن يكونات شو يصير بها؟ شو يصير؟ يعني ايهما يكون البلد بنصها شنو معناها؟ هل انه ما يخالف the entry and exit valve of the ventricle are closed، يعني معناها الاي في فالفز والبولمونري مسدوده. هو هاي الاجابه الصحيحه. خلينا نباع البقيه. هل انه بالايزومتريك فنتريكولار كونتراكشن البريشر ان ذا ايورتا رايزز؟ لو بريشر بالاتريال فولز ذا ريت اوف رايز ان بريشر از جريتر ان ذا رايت ذان ان ذا ليفت. اصلا هاي عباره يعني كلش خاطئه. من اقول الرايت اعلى من الليفت انا يعني كلش دا يعني دا خربط بشكل كلش مفاهيم بالدنيا. فهاي اول اللي قدام كلش خطا. هل انه اذا هو ايزومتريك فنتريكولار كونتراكشن شلون يصير البريشر بالايورتا رايزز؟ هو احنا هنا وهنا ده يقول لك احنا اذا ينخفض يكون منخفض هنا على مود ينتقل الدم من الفنتريكل الى شو يسموها الى الـ 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 الايورتا والبولمونري. بعدين احنا هنا بالكونتراكشن ايزومتريك كونتراكشن ذكرتها اربع مرات 500 مره بالدرس وهسه اربعه مغلقه وتكون الصمامه وتكون الشامبرز ممتلئه. فمن ممتلئه الفنتريكلز شو لها علاقه الاتريال بريشر ان ذا اتريال فولز؟ ما لها علاقه بالايزومتريك كونتراكشن. الضغط بالاتريال ما له علاقه، بالعكس انا عندي الضغط هنا عالي فولز وين يصير؟ بالايورتا وبالهذه بال شو يسموه بالايورتا وبالبولمونري على مود يصير الجهه الثانيه هي تكون بها منخفض ويتحول السائل من القلب الى الصمامه. كاردياك اوتبوت is normally expressed as the output of the ventricle in liter per minute. يعني الكاردياك اوتبوت تعريف ماله شنو ماله يقول؟ هل هو normally يعني يعرف one of one ventricle in letter per minute. ما one ventricle هاي من قلنا one ventricle ننتبه عليها زين، بس one ventricle in letter per minute is normally expressed normally الاوتبوت زين صح لو مو صح؟ هاي عبارة صحيحة. طيب
may not increase when heart rate is rise. صحيح ممكن الهارت ريت يزداد لكن الكميه الاوتبوت ما يزداد لان هي كميه ثابته. طيب usually rises when a person lies down. cardiac output من الانسان يكون مستلقي. هل هي الكميه الكارديك اوتبوت مساويه ل من هو واقف؟ طبعا لان هو ما تغيرت انا عندي شيء، هو كميه البلاد انا بالكارديك اوتبوت يعني عندي كميه من البلاد، فالاجابه الصحيحه انه كل المعطيات اللي قلناها هي صحيحه. طيب ريجاردينج بوركينجي تيشوز conduct impulse faster than some neurons. احنا نقدر نقول اذا هي كل العبارات صحيحه ما عدا. تتذكرون قلنا تنقل في بعض الاحيان اسرع من بعض النيورونز، هاي صحيحه العباره. are larger than ventricular myocardial cells. السيلز مال بوركينجي تيشو اكبر من شو اسمه myocardial cells. صحيح. lead to contraction of the base from the apex to the heart. انتبهوا. lead to the contraction of the base before the apex. يعني احنا قلنا هسه قبل شوي ذكرنا انه الكونتراكشن ينتجه من الابكس للبيز. فهاي العباره هي الخاطئه. لان هو الكونتراكشن من الابكس للبيز وليس من البيز للابكس. are responsible for the short duration of QRS. هي مو البوركينجي تيشو المسؤولة عنها، هي جزء عن الكيو ار اس وليس كل الكيو ار اس، ووضحناه بالاي سي جي قلنا كل وحدة والديوريشن مالها. زين arterioles offer more resistance to flow than other vessels since they have. يعني الارتريولز توفر مقاومة للجريان than other vessels since they have. شو يحتوون هذني؟ شنو اللي يميزن عن البقيه؟ يميزها the thick muscular wall. هل انه هذا more resistance الى هسه ذيك ذكرناها هم اكو جواب الى قبل ما له علاقه thickness of the wall. زين smaller internal diameters انه بسبب هذا الفلو انه هي الدايمتر مالها سمولر هم ذكرناه قبل شوي، وانما هو يعتمد على اللينث. زين فاذا معناها من اني اواوع الريزستنس ويا بالفسلز اكو فروقات زين وين جاني حكي اللينث a greater pressure drop along their length. ذيك ذكرناه تقريبا يعني نفس المفهوم بالسؤال القبله. فهذه هي الإجابة الصحيحة، لها علاقة باللينث وليس لها علاقة، قلنا أبو المتر لو أبو 10 متر وشفنا أبو 10 هو البيل الأعلى الريزستنس. Peripheral differs from central circulatory failure in that. يعني بيسموه Peripheral circulatory failure تختلف عن السنترال المحيطية عن المركزية. الدورة الدموية المحيطية عن المركزية بايش؟ بأي شيء تختلف؟ تختلف بواسطة أو هل هي بالهايبوفوليميا از يوجوال؟ ما لها علاقة الهايبوفوليميا يعني هل هي طبيعية الهايبوفوليميا؟ لا ما يصير عندي هايبوفوليميا. إذا يصير عندي بالاثنين لأن هو الدم أو الكمية واحدة ما يصير بوحده قليل وحده اكبر. نفس الدم اللي دا يجي لي من البريفرال دا يدخل للسنترال او للمركزيه اللي دا تروح للجسم اللي هي نفس الستروك بول. هاي خطا العباره. زين ات ليدز اندر بيرفيوجن اوف ذا تيشو. زين التيشو شو له علاقه بهذا الجانب؟ ان احنا دا نتكلم يعني اوعيه دمويه، هل هي انه ليدز تو اندر بيرفيوجن اوف ذا تيشو؟ هل تؤدي الـ يعني perfusion of tissue؟ لا اثنينهن يعني اثنيناتين يؤدن نفس الوظيفه في هذا الخصوص.
عندما هل انه البريفرال تختلف عند الكاردياك اوتبوت از يوجوالي نورمال؟ شو لها علاقه؟ هاي العباره خاطئه، ما لها علاقه الكاردياك اوتبوت يكون نورمال. هل تختلف البريفرال عن السنترال؟ لا. زين، سنترال فينوس بريشر از لو، من وصلنا الى حددنا بوحده منهن اكو فرق عن الثانيه، اذا هي هذه هي من يقل عندي الضغط بالسنترال البريفرال يعني ما ذكرته على الفرق وياه معناه هو هذا اللي يصير الفرق فيما بينهم. مقدر تلاحظ وليش اقل؟ ليش اقل؟ ليش؟ من يقدر يعني احد عنده تفسير يقدر يتذكر لنا الحكي لو ما حد يتذكر؟ ايش بيكم دجل؟ ما حد يجاوب، ما تبدون تتعلمون؟ احدكم طيب السنترال فينوس بريشر احنا اذا نتكلم يعني اذا اختلف عندي بالسنترال فينوس راح ياثر لي على البريفرال. ليش؟ لانه الضغط اللي راح يوصل على بالبريفرال ما مرتبط به، العفو ما مرتبط بالفينس، مرتبط بمن؟ مرتبط بالبولمناري ارتريز اللي دا تجي البولمناري فينز اللي هي وظيفتها تعادل وظيفه ارتري، لان دا تنقل لي الدم من اللانز دا تدخل ليها بالاتريومز، بينما الخارج السنترال دا يخرج لي دا يخرج لي بالبولمناري ارتريز، ولكن هي العفوي بولمونري الايورتا اي بولمونري ارتريز هذا اللي العفو يقولها لللانج وترجع بالبولمونري فينز. فاذا هي الفينز اللي بالسي سنترال ما لها علاقه بال شو اسمه بالفينز اللي تجيني بالبريفرال، وبالتالي فهذا هو الفرق بيناتهم. هذا السؤال طبعا احنا من قلنا لكم وزعنا الاسئله يسموها على النورمال ديستريبيوشن، يكون من أسئلة المفروض تكون بالقسم الصعب جدا اللي هنا يجب أن يكون سؤالين من العشرين، هذا واحد منهم. طيب الأتريال فيبريليشن، أتريال فيبريليشن شو يصير بالأتريال فيبريليشن؟ بما أنه إحنا ما كنا مدخلين لكم الإلكترو كارديو يعني شو اسمه ما كنا مدخلين شو يسموها الاي سي جي بالموضوع، فمعناها انتم من تجي تفكر وانا ما مدخل لك بهذا الجانب هذا السؤال، لازم شو تفكر؟ لازم تفكر انه شيء خارج يعني لا هذا على كيو ار اس ولا بالاي سي جي، فالاجابه منحصره في واحد اثنين، انا خليت ذني تسهيل يعني انه انتم ما داخل الماده فالمفروض هذني ما يطبون ما يدخلون ضمن الجواب. اذا بالفبريليشن شو يصير؟ بالفيبريليشن تتذكرون قلنا فنتريكولار ريت از ايريجولار، ليش؟ لان احيانا قلنا لكم تجي الموجات من خارج الاتريوم، هذا الجواب الصحيح. الـ يعني الويفز تجيني من الاتريوم ما صار في فيبريليشن فيكون مخربط، مثل قلت لكم اذا تشيس وبي شنو؟ تشيس بي يصير بيتشيس وبيدود، مره الدوده تطلع الاكزايتيشن من الاس اي نود، مره من الجدران، من فشي يصير تنتقل الموجه للفنتركل ايضا تصير الريجولار، فهذا الجواب. ويعني هذا الريسبيرتوري سانس اريثيميا ما له علاقه بالموضوع، احنا نتكلم عن اتريال فيبريليشن، هذين العبارات الثلاثه من يعني اسقطهن من الاجابه تبقى عندي هذه، حتى لو انا كنت ما عندي جواب صحيح مدى اقدر اتوصل له، هكذا اجاوب على الاسئله. زين. Regarding the jugular venous pulse الفينوس بلس هذا اللي قلنا all the following sentences are true except كلها صحيحه فيما عدا الحقيقه يعني المفروض هنا ايضا نركز نتذكر بالبالس اللي يصير بالجاجولار فين. البالس از نوت فيزيبل ان ذا نورمال هيلثي بيبل، صح لو مو صح؟
اي اول عباره جتني قدام قلنا المفروض ما يظهر الا اذا عندنا ستينوسيس. فاذا هذه هي من لقيت الاجابه الصحيحه انا اعبر، بس خل اقرا البقيه اتعلم. Pulse has greater amplitude in patients with tricuspid incompetence. شنو ربطه بالفينوس بالس؟ احنا شو له علاقه بالتريكاسب؟ هذا مو يم السالفه. وهنا شنو انكومبتنس مو ستينوسيس. Pressure is raised in patients when right ventricle failure. زين شو لها علاقه بالجوجولار فينوس الرايت فنتريكل؟ الرايت ده يوديني لللانك، لللانك اذا تعطلت ما له علاقه بالفينوس بالس اللي راح نشوفه بالجوجولار فين. Pressure is commonly raised in patients with mediastinal tumors. وها شو لها علاقه تيومرز بالتجويف الصدري؟ يعني ما لها علاقه. يظهر وخصوصا هذا نقول هنا جوجولار فينز يعني بالس، العفو بالس، شو لها علاقه بالتيومرز اللي موجوده بالتجويف الصدري؟ فاذا هذا الموضوع ليس له ربط بالجانب. ايضا عندنا اخر شيء اللي هو شنو هو اخر فرع كان. All the sentences regarding the A wave of the venous pulsation in the neck are true. همين الـ venous pulsation in the neck are true. الـ A wave. الـ A wave اللي هي شنو هي؟ الـ A wave. شو وقت نشوفها الـ A؟ احنا عندنا CAV. Caused by arterial systole. زين؟ هاي صحيحة هي. هي الاي اصلا هي سي اي في مو عندنا، فهي ايضا يعني تمثل لنا الاتريال سيستولي، فاذا هاي العباره صحيحه. طيب اكزاجريتد از انترايكاسبس اكزاجريتد انترايكاس ستينوسيس فينوس بالسيشن ان ذا نيكس ريجاردنج اي ويف، هل هي لها علاقه؟ لا هاي ما راح تطلع لي اياها هنا بهاي، يعني مو هاي العباره العفو بالضبط تطلع من يصير عندي ستينوسيس. هسه من حكيت هنا انا قلت لكم انفيزبل فقط من يصير عندي ستينوسيس، فهاي عندي ستينوسيس هذه هم صحيحه. بين جاست افتر ذا كاروتيد ارتري بالس، هل هي ورا السي؟ لا هي اي سي في، فهذه هاي العباره هي الخاطئه وهي الجواب مال السؤال مالتنا. الحقيقه يعني هاي اللي احنا شلون نفكر بالاجابه؟ يجب ان نختار الاجابه مالتنا استنادا الى فهم السؤال مالنا، وراح نبدا نسقط بالاجوبه في سبيل انه احنا نوصل الى الجواب الصحيح. اذا نريد شوي نسوي بعد مراجعه اكثر شو اسمه، خلي اشوف لكم مجموعه اللي امتحنا بها سابقا. همينه لا والله افتح الملف مال شو اسمه الكارديو فاسكولار، اني باعه ليش دا اركز لكم على الكارديو فاسكولار؟ لان راح تجي من عنده اسئله، لكن الاكثر اللي هي راح تكون موجوده بالوين راح تكون موجوده من بال شو اسمه الرينال سيستم. بس هنا نركز عليه لانه انتم ما قريتوا زين وما فهمتوا، دا تعانون طلاب يقولون دا نعاني احنا من موضوع القراءه بالمصدر باعتبار المصدر كلش كبير ومن الحكي هذا. فاني اريد اشوفكم شلون يعني اراجع شو اسمه الكارديو فاسكولار اكثر على مود تصير عندنا فهم من تريدون تقرون، لان ذاك الثاني شرحناه بشكل كبير. نعم بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يخالف اكتبيهن بالشات وأنا حاضر أجاوبكم عليها. بعد إذا أحد عنده سؤال يريد خلي، لا بأس بالعكس أحسن، أنتوا اسألني أكثر مما أنا بس قاعد أحكي كل شيء، ما أستفيدوا.
زين، إذا اريد نسأل سؤال نقول يعني السيستوليك، ارجع على البرشر، سيستوليك ودايستوليك هذا جبناه هم بالامتحان بس بالشرح، ايهما اعلى السيستوليك لو الدايستوليك، وايهما اعلى بالليفت لو بالرايت فنتركل لو بالاثنين؟ من يقدر يجاوبني؟ شبيكم منو جاية؟ اي مو ما يطلع الاسم، انتم هسه تقريبا 92 طالب. نعم زين زينب، شنو جوابك؟ المفروض يكون الستوريك اشهر اعلى. ممتاز، بس ايهما اعلى باي منطقه؟ هل بالليفت لو بالرايت لو ام باثنينهن؟ وركزي بالجواب. الرايت راح يوديني بس للرايت، بينما اللفت راح يوديني للجسم كله، فاعتقد بالليفت. ممتاز، تفكير جدا سليم ومنطقي، وهو هكذا نفكر نجاوب. زين، بالاي سي جي الليدات شنو كانت عندنا؟ ليد 1 وليد، قلنا شو تقيس؟ هي تقيس فرق الجهد مو ما بين الرايت والليفت ارم والليفت فوت. طيب الليد 1 بين من وبين من؟ ليد 1 يلا جاوبوني، اذا اساعدكم انتم تجاوبوني. دكتور بين الذراع اليمنى واليسرى. ممتاز، والثاني؟ ليتو الذراع اليمنى والقدم اليسرى. بنتي الى ليدوان بين الذراع اليمنى واليسرى، ليتو وين؟ الذراع الأيمن مع من؟ دكتور مع القدم اليسرى. أي مع القدم اليسرى. طيب يعني هاك الرسم إذا تحفظوه شكل راح تفتهمون هاي القصة مالت. زين البي ويف مال اي سي جي هسه من ذيك ذكرته بذاك ذيك هسه من الحلقة ذيك من بي كيو ار اس تي، هذا البي أول ديفليكشن، هذا ارتفاع. المشي يمثل أول شيء، وأول شيء قلنا بالكاردياك سايكل، من حكينا الكاردياك سايكل شي يمثل البي؟ كونتراكشن الارتري. بنتي صح، هو الكونتراكشن مو بالارتري، ماكو شيء. البي بي ويف، البي ويف شي يمثل؟ هل هو له علاقه بالاتريوم لو بالفنتريكل؟ اولا اتريوم. اتريوم، بالاتريوم شنو عندنا موجود اللي يسوي لي الويف؟ ميت بيسي ماكر مان، بيسي ميكر مان من هو؟ الاس اي نود. خلاص تتذكرون حكينا بالاي سي جي قلنا يعني من يصير عندي البي ويف قسمناه، لو ترجعون تطلعون الصوره مال الرسم الطبيعي مال البي سي جي الاي سي جي، اول ما يبدي البي مكتوب قدامه يمثل كذا ويمثل كذا. طيب الوقت اللي يمشي اللي يمر به الامبلس من الاس اي نود للفنتريكل شو نسميه؟ يا فترة بالاي سي جي هاي تدورون عليها، وين تقع الاس اي نود والاي في نود؟ زين، يا هو اكثر يعني اي شنو هي السبيشاليزد كوندكتنج سيستم مال هارت؟ شنو هي خلينا نقول من النهن شنو ياهو منو منو مكونات الكوندكتنج؟ زين بعد منو البوركنجي منو ياها يعني ناخذها من الاس اي نود واحنا جايين شو نسميهن؟ كل وحده لها كان اسم، قلنا انتر نودال باثويز، بندل اوف هيس، بوركنجي فايبرز، مو تمام؟ هكذا نسميهن. زين ايهما هو بنفس هذن اللي هسه حكيت هنا، انا امشي طبعا على الباوربوينت قدامي بدي اتذكر اشوف قدامي الامور اللي قد تكون تشبش عليكم. ايهما تكون الهايست كوندكشن فيلوسيتي بهذني كلهن اللي حكيناهن؟
بالاس اي نود لو بالاي بي نود لو بالبوركنجي لو بالبندل اوفيس قروها. ايش قد الفتره مال كاردياك سايكل والديوريشن مالت السيستولي والدايستولي من الفيرست هاند ساوند؟ زين هذين الامور يعني شوي تكون زين يعني بالهارت بلوك. بالهارت بلوك شنو هي اللي ممكن يعني خواص الكاركترستكس مالته شنو هي وحده من عندهن؟ زين شو يصير بالهارت بلوك اذا يبقى الفنتريكلز كونتراكت فور لونج تايم؟ أنا يعني إذا أستعجل الوقت خلاص أخاف ما عاد أن تكون محاضرات أخرى وينتهي الوقت. فيعني هذا أنت تفضلي تفضلي ابني. ليش بنتي ليش ما كتبتي؟ أنا ما ليش أنت على الإف سي سي؟ إي طبعًا. أحكي؟ إي أحكي ليش ما تحكين؟ يصير construction بالإفرنت arterioles. فميكون construction بالإفرنت arterioles the blood flow through the glomeruli is decreased while the GFR is still near normal. هاي وين بس بس اسم دقيقة بنتي على مود نتواصل سوية. هذا بالرينال فيزيولوجي يا قسم منهم. البارت الثاني. البارت الثاني يا سلايد. خامس. رقم خمسة. زين. اي رقم نقطة اثنين مو بالانجيوتنسين ده تحكين على الانجيوتنسين؟ زين زين ايش بيها هسه هاي؟ هو اشياء ما افهمها. هو اللي It consists the afferent arteriole and consequently increase كونستركت. ها هو هنا باعي بنتي احنا نتكلم عن خصائص الانجيوتنسين. شو يسوي لي بهذا القسم من النفرون او شو اثر وظيفته ودوره؟ هو ده يسوي لي كونستركشن هذا الانجيوتنسين. يعني اذا ما موجود ما يسوي لي كونستركشن بالافرنت ارتريور يعني نتيجه لذلك يترتب عليه زياده بالصوديوم اند ووتر ري ابزوربشن through the following mechanisms. يعني بنقطة بي بدقيقة. Because of the constriction of the efferent arteriole, the blood flow through glomeruli is decreased, while the بين بنتي باي عليه. أنا قلت لكم إذا أنت عندك تيوب وسديتي الفوهة مالته الكمية مالت البلاد اللي تمر به قليلة لو قليلة لو كثيرة، إذا البلاد فلو راح ينخفض هنا. بينما جي اف ار بس اصبري جي اف ار الجي اف ار مو احنا شلون نحسبه ما له علاقه بالحجم. هذا الجي اف ار يدخل ضمن معادله يطلع لي اياها اللي اعطيناكم اياها جي اف ار. فالجي اف ار هنا نسبيا ما له علاقه ده كميه المي يعني العمليه الترشيح اللي تتم ما لها علاقه بكمل بالبلاد فلو اذا بالافرنت اذا تقلص او زاد. يبقى يستمر الجي اف ار مثل ما هو لكن التحصيل النهائي يكون اقل تقريبا مقارب للطبيعي لان هو كعمليه اذا تجي هالقد يطلع لي يفلتر لي. يعني مثلا خل اجيب لك بالارقام تفتهمين اسرع. عندي دخل 10 لتر او هواي 10 لتر خلينا نقول دخل لتر واحد من البلاد من خلال هذا الافرنت ارتريول. الجي اف ار راح يسوي لي فلتره للعشره البلازما اللي موجوده بالواحد لتر نفس تمام يا مو تمام راح تطلع خلينا نقول من عندها خلينا نقول 60% سوالي فلتريشن تمام يا مو تمام. زين اذا دخلت عندي 100 سي سي او نص لتر خلي نص لتر الجي اف ار راح يسوي لي فلتريشن للنص لتره، ايش قد راح يسوي من عندها؟ هم 60%. هذا المقصود بالنورمال. يعني كوظيفه عرفتي شنو؟ هسه افتهمتي عليه؟ لو اعيدك اكثر بعد يعني اوضح اكثر من هذا. انا اعيد
هي الإثر الأرتريوم هي غير ذاك البعيد، الطرف البعيد. إذا صار كونستركشن مو معناه ينحصر الدم بالجول الله، يعني هذاك الافرنت بنتي، ذاك الافرنت، ذاك الافرنت. خلي احاول بالله بالله، يمكن الصوره بالقسم الاول، يمكن بالقسم الاول طلع اشياء عم نشوفها. وانا ذاك هذه بنتي هسه راح اسوي شير عليها، يعني بالقسم الاول صفحه 22. تمام؟ هسه هذا ما له علاقه، هذا الافرنت هنا شوف هو يعني هذا انا جايب بس هذا، شوف الصوره مالته. الافرنت يجيب للدم، بس الافرنت اللي يخرج منه. فاذا اذا نحكي على الجي اف ار، وتقريبا حتى هو هذا هسه هنا يمكن الجواب فلتريشن فراكشن الى علاقه يعني بالموضوع من مالتنا، يعني جت الصوره تقريبا ملائمه على الموضوع على الشرع. ذاك احنا نتكلم هنا شنو دور القسم مالتها، بس المعوامل المؤثره واحده من اذن هي الانجيوتنسين. خلينا نشوف انا ذاك الثاني، شو كمل العباره اللي انت ما فهمتها زين. Because the construction of the through the this will lead to a very high proportion of the fluid to filter through the glomerular membrane into the tubule. Therefore, the concentration of the plasma portion in the blood leaving the glomerular becomes very high. At this concentrated plasma on the peritubular capillaries. زين. At the result the colloid osmotic pressure in the capillaries is greatly increased which is additional to enhance the باعي بنتي. اذا هو نرجع بالنهايه دا يفسر لك على الجي اف ار حسب القانون اللي احنا ذكرناه، دا ياثر على من؟ دا ياثر على احدى المعطيات اللي قلنا شلون نحسب بها الجي اف ار بالقانون مالتنا، ابو اربع الاوزموتيك بريشر اللي موجود بالجلوميرولار ممبرين زائدا النت بريشر اللي موجود، ونطرحه من ذاك يطلع لي. العمليه هاي تستمر بغض النظر عن كميه البلد اللي او البلازما اللي بدها تعبر، ك ك ك كبروسيسر كبروسيس عمليه هي متشابهه، الكميات تنخفض او تتساوى مال البلد هاي وحد. احنا دا نتكلم كجي اف ار هنا نورمال لو مو نورمال، هو ده يشتغل صح لو مو ده يشتغل صح، يبقى يستمر يشتغل بغض النظر عن كميه البلاد اللي ده تجي له، راح يؤدي نفس الوظيفه. اذا كان يفلتر لتره او يفلتر نص لتره، ده يفلترها بنفس الكميه بدون تغيير. هذا الموضوع، هذه هي الفكره من مالته. وضحت؟ زين. Therefore لذلك يقول لك concentration of the plasma protein in the blood، يعني يقول لك تركيز البلازما البروتين اللي ادغاء بالبلد الدم المغادر للجلوميرولاس اللي غادر للجلوميرولاس بيكمز فيري هاي. ليش؟ لانه باع عليه الكميه مالت الجي اف ار قلنا دا تمشي طبيعيه، معناه دا يسوي لي فلتريشن، فيسوي لي فلتريشن للبلازما بروتين تكون ما يقدر يسوي لها لانه الموليكولار ويت مالتها عالي وكبيره ما تعبر من خلال الممبرين، فتبقى ويستمر البلاد يمشي، يستمر البلاد اللي يطلع من الجلوميرولار بعد ما دخل بالافرنت يدخل يروح للافرنت. من يوصل للافرنت التركيز ماله عالي غير لي على الجلوميرولاس ممبرين الاوزموتيك بريشر مالته، الكولويد اوزموتيك بريشر از جريتلي انكريزد، يزداد لانه كميه النسبه يعني نسبه البلازما بروتين عاليه جدا لانه الجي اف ار سحب لي تقريبا كل العناصر وما بقت هذه. زين. يقول لك these capillaries is greatly increased which is an additional factor that enhance reabsorption of water، يعني يعتبر احنا قلنا الانتقال او reabsorption يعتمد على ال concentration of osmotic pressure، ايهما اعلى من المنطقتين
يبدأ من خلالها. إذا موجود بها هي عالية، نسبة عالية من الأوزموتيك، العفو شو اسمه، بلازما بروتين، فغيرت لي الأوزموتيك بريشر 100%. وبهالحالة راح تكون لهذا القسم بالري أبزوربشن عن غيره. هاي هي الفكرة مالتها، مال يعني فائدة الأنجيوتنسين. زين، السؤال الثاني شنو كان؟ ها نذني السؤالين؟ لا بالعكس، انا اشكرك انه دا اشوف خوش عندكم امكانيه، او خلينا نقول رغبه في فهم الماده بطرق متنوعه ومختلفه، وهذه بحد ذاتها ساعدكم على انه تفهمون الماده وتقدرون تجاوبون. انا اشكركم. ما عندنا احنا ضروري نقرا الاي سي جي؟ اي بنتي، ما داخل بالامتحان ضروري تقروا، كلش ضروري. قصدي بشكل عام الكارديو، كارديو فاسكولار مثل ما قلت لكم، تقرون اول مره لازم تقرون الماده اللي ما دخلت بالامتحان، وادا اكرر واكد على الموضوع، الماده اللي ما دخلت بالامتحان اقراها، بعدين اقرا الرينال سيستم، ارجع على الماده مال الميد اللي اقراها، مطلوبه مطلوبه مطلوبه، وجبت من عندها اسئله، لا اقول لكم جبت من عندها اسئله. بس انتم اول مره اقروا هذا النيتش المواد اللي ما كانت داخله بالامتحان، اولويه لها عامود تسيطرون عليها، وبعدين عود يعني، خصوصا انه الرينال ابدا ما اجى، وال يعني ابد ما دخل بالمد، مع الاي سي جي، مع شو يسموه، مع الهارت بلوك وال ميرمرز، هذني ما دخلن بالامتحان، اقراهن لازم اقراهن، بعدين ارجع على البقيه مال المد اللي امتحنت، باعتبار انتم قارينها ممكن تكون بس مراجعه سريعه لها وتكون تفيدكم يعني ان شاء الله. أحد عنده سؤال؟ لو عبد الغادر المنصة، صارت 9:30 لو سمحتم.